السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، وتحديث التحليل الأسبوعي للسوق السعودي والرد على طلبات العملاء. هنبتدي أول حاجة بتحليل المؤشر العام للسوق السعودي ونشوف حصل إيه خلال تداولات أول 3 أيام في الأسبوع، يوم الأحد والاثنين والثلاث. عندنا يوم الأحد السوق افتتح على فجوة صاعدة وأغلق معانا عند مستويات 10048.70، ويوم الاثنين طلع برضو واستكمل الصعود بعد ما نزل عمل إعادة اختبار لمستوى المقاومة اللي كان عند 10039، ويوم الثلاث النهاردة استكمل الصعود معانا لحد 10116. هو خلاص كده وصل للهدف اللي احنا كنا محددينه من الاسبوع الماضي عند 10039، الحمد لله زي ما توقعنا، ودلوقتي في طريقه للهدف الثاني عند 10197، ولحد الان مفيش اي علامة او اي اشارة تقول ان في هبوط على المؤشر. ما زلنا في الاتجاه الصاعد، توقعنا الاتجاه الصاعد من لما كان نازل من هنا، قلنا ينزل يرتكز على الحد السفلي للنموذج ويطلع، وفعلا طلع من يوم الاربع والخميس جمعة سبت الاربع والخميس والحد والاثنين والثلاث، ومستمرين في توقعنا ان شاء الله عشان نوصل لل 10197. وفي حالة اختراق ال 10197 هيكون عندنا احتمالية ان احنا نروح لل 10358 باذن الله. ده بالنسبة للمؤشر العام للسوق السعودي. طيب خلينا نشوف قطاع الطاقة، نشوف سهم المصافي. سهم المصافي حاول يكسر النهاردة مستويات 191.20 لل 195.65. المستويات دي قلنا ان هي مستويات منطقة طلب ممتازة جدا، اهي ادي منطقة الطلب بتاعتنا ما بين ال 191.20 لل 195.65، ادي مستويات منطقة الطلب. حاول النهاردة يكسر المنطقة دي لكن ما قدرش، واغلق بشمعة كويسة جدا، في قوة شرائية دخلت في السوق قدرت ترفع السهم بعد ما كان وصل لل 186.20 قدرت ترفعه لل 193. فباستقرار السعر اعلى المنطقة دي بيدفعوا للصعود مرة تانية ان شاء الله. ممكن نشوف مستوى ال 204 تاني، وباختراق ال 204 نروح لل 228 زي ما قلنا قبل كده. طيب نشوف ارامكو. سهم ارامكو السهم اخترق هنا معانا من الاسبوع اللي قبل الماضي، اخترق معانا مستويات ال 35.25، فتح على فجوة صاعدة وصعد معانا للمستويات ال 36 ريال، وبعدين نزل من ال 36 ريال لان هي كانت تمثل نقطة مقاومة قوية، مثلت نقطة مقاومة قوية جدا جدا، اهو كان عندنا هنا نقطة مقاومة ونزل منها مرة تاني ونزل مرة تالتة ونزل مرة رابعة ونزل. اتوقع ان خلاص يعني المنطقة دي اصبحت منطقة مستهلكة. ليه منطقة مستهلكة؟ لان هو كل ما كان بيطلع عليها كان بيعمل قاع جديد. هنا لما يعني اول مرة طلع عمل قاع، تاني مرة نزل عمل قاع اقل، تالت مرة قاع اقل، تمام، يعني قاع اهو المفروض يعمل قاع لتحت lower low، تمام، ده هو هنا بيعمل higher low، ده لو ده لو اعلى ده لو اعلى، فده كده بيدل على ان المقاومة دي اصبحت مستهلكة وهيتم اختراقها قريبا ان شاء الله. فبالنسبة لي سهم ارامكو لو نزل عمل اعادة اختبار لمستويات ال 35.25 لل 35.15 وبدأ يدي منها برايس اكشن، هتكون فرصة كويسة جدا ان احنا نبتدي نشتري سهم ارامكو عشان نستهدف ال 36، وباختراق ال 36 نوصل لل 37.15 ان شاء الله. بنشوف بترو رابغ. عندنا سهم بترو رابغ برضو وصل لنقطة المقاومة اللي عند 18.28، وصل ليها يوم الحد واختراقها واغلق عليها. يوم الاثنين والثلاث هو هنا يعني الاختراق ما كانش اكيد، هنا عمل نزل تاني واغلق اسفله، فممكن نشوف تصحيح لحد نقطة منطقة الطلب اللي كونها لنا هنا ما بين ال 17 بالظبط 17.32 لمستويات ال 17.62.
من 17.32 لل 17.62 دي تمثل عندي منطقة طلب كويسة. السهم كونها لنا هنا، فلو السهم وصل للمنطقة دي مرة تانية ممكن نشوف ارتفاع منها واختراق لل 18.28 بقوة، والإغلاق عليها يودينا لل 19 ريال و8 هلالات، وبعدين ال 20 ريال و40 هللة بإذن الله. ده بالنسبة لسهم بترو رابغ. طيب خلينا نشوف الدريس. ادي سهم الدريس. عندنا السهم، لحظة واحدة، نرجع الحاجات بس اللي احنا مسحناها هنا، نجيب كده ده بس. عندنا سهم الدريس دلوقتي سعره 60 ريال و40 هللة تقريبا. اتوقع ان هو ينزل يعمل عدد عندنا هنا منطقة دعم، اهي منطقة دعم كانت منطقة مقاومة سابقا، هنا تم الاختراق، طلع عمل طلع اخترق نزل عمل عدد اختبار وطلع تاني. فاحنا عندنا المنطقة دي كده كلها اهي منطقة طلب. ممكن نشوف السهم يعمل لها عدد اختبار ما بين ال 58 لل 58 88، هيبتدي ينزل للمنطقة دي ويدينا منها برايس اكشن، وبعدين نشوف صعود ان شاء الله. الصعود هيستهدف معانا القمة اللي عملها لنا هنا عند ال 62 60. ال 62 60 دي القمة اللي ممكن نوصل عندها ان شاء الله على سهم الدريس. يعني تعتبر هي دي القمة، واخترق القمة التاريخية بتاعته ونازل بيعملها إعادة اختبار في نفس المكان بالظبط اللي احنا اتكلمنا عليه، نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه بالظبط. لحظة بس اشوف البرنامج عامل ابديت ولا لا. عامل ابديت، تمام. يبقى زي ما قلنا سهم الدريس عندنا اهم نقطة عندي، او المنطقة اللي هيبتدي يعمل لها اعادة اختبار ويصعد، هي ال 58 88 لل 58، دي كانت القمة التاريخية بتاعته سابقا. هينزل دلوقتي يعمل لها اعادة اختبار، وبعدين ان شاء الله ممكن نشوف صعود لل 62، وبعد ال 62 لو تم اختراقها ممكن نوصل لل 65 61 لل 66 60 ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم الدريس. طيب خلينا نشوف المواد الأساسية. عندنا سهم تكوين، عندنا سهم تكوين. قبل ما اكمل بس في سهم تكوين، يا ريت يا ريت الناس تشوف الديسكريبشن بتاع الفيديو. يعني الفيديو احنا بنبقى منزلين فيه الديسكريبشن وقايلين الأسهم اللي اتحللت ايه، عشان بلاقي الناس يعني مسافة ما الفيديو ينزل في ناس بتقول لي احنا عايزين تحليل سهم كذا. طب يا جماعة سهم السهم ده انا محلله في الفيديو، شوف الديسكريبشن وشوف السهم بتاعك متحلل ولا لا. لو متحلل فخلاص حضرتك بتطلبه تاني ليه؟ التحليل بتاعك لسه النهاردة، فحضرتك لحق السهم يتغير من النهاردة في خلال نص ساعة اصلا، والسوق مقفول واحنا بننزل التحليل دايما بعد اغلاق السوق. فبص على الديسكريبشن عشان تشوف الاسهم، واللي عنده برضو استفسار عن اي سهم يسيب اسم السهم في كومنت اسفل الفيديو، واحلله له ان شاء الله في فيديو يوم السبت القادم. طيب نشوف سهم تكوين. سهم تكوين بدأ يرتد عندنا من نقطة الدعم اللي عند ال 16.88، أتوقع إن احنا نوصل لل 17.98 إن شاء الله، وباختراق ال 17.98 والإغلاق عليها ممكن نوصل لل 18.89. طيب في حالة إن تم كسر ال 16.88 نقطة الدعم دي، او منطقة الطلب اللي ما بين ال 16.88 لل 16.59، ممكن نوصل لل 16 ريال. منطقة الطلب اللي ما بين 16 ريال لل 15 ريال و10 هلالات، المنطقة دي هتكون منطقة شراء ممتازة جدا برضو، ومنطقة شراء كويسة ممكن نعمل افريج منها في حالة ان السعر عكس علينا من المنطقة الاولى بتاعتنا. ده بالنسبة لسهم تكوين. نشوف باقي الاسهم اللي معانا. عندنا سهم كيمانول، كيمانول اهو تمام. كيمانول النهاردة الاغلاق بتاعه كان ممتاز جدا وجميل جدا جدا،
اتوقع ان شاء الله نيكي مانول لسه ليها صعود، اخترقت طلعت بره نطاق منطقه التذبذب اللي هو كان ماشي فيها ما بين ال 14 ريال 35 لل 13 94، طلع بره النطاق ده وبدا يصعد. عمل هبوط امبارح يوم الاثنين، النهارده الثلاث عمل اعاده اختبار لل 14 35، هو ده كان نموذج مستطيل، عمل له اعاده اختبار وبدا يصعد زي ما حضراتكم شايفين. اتوقع ان تكوين ان سهم كيمانول ان شاء الله يصعد تاني ل 15 ريال و11 هللة، وباختراقها نوصل لل 16 23 ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم سهم كيمانول. طيب نشوف نشوف زجاج، ادي سهم زجاج. سهم زجاج لسه معانا في نفس المنطقة، نفس النموذج، نموذج المستطيل بتاعنا ما بين ال 38 84 لل 36 28، دي عندي كلها برضو تمثل، يعني ايه تمثل؟ نموذج مستطيل تذبذب، وفي نفس الوقت تعتبر منطقة طلب قوية، وبرضو متوافقة معانا مع ملامسة الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة اللي تم اختراقها. فممكن نشوف ملامسة للحد العلوي ده ويدينا برايس اكشن من هنا، وبعدين نشوف انطلاق لفوق، بشرط لازم نخترق ال 38 84 ونغلق عليها. لو تم الاغلاق اعلى ال 38 84 هنروح مباشرة لل 40 45، وبعد ال 40 45 لو تم الاغلاق عليها نروح لل 44 وخمس هلالات، ونروح لل 47 85 ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم زجاج. بالنسبة لسهم اللوجين، سهم اللوجين أو اللوجين، عندنا السهم اخترق مستوى أو منطقة عرض قوية جدا 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 ما بين ال 51 60 لل 52 60. بعد ما تم الاختراق هنا، تم الاختراق ونزل عمل اعادة اختبار وطلع، نزل تاني بيعمل اعادة اختبار وطلع. فانا شايف ان سهم اللوجين عليه فرصة كويسة جدا جدا، وممكن نصعد ان شاء الله ونستهدف فيه. عندنا مثلا يعني كمستهدف اول بس 5%، ده سهم اللوجين يعني في مستهدف اول بس 5%، والمستهدف الثاني يعني هيبقى ممكن نقول هيكون عند النقطة دي كده ال 63 86، يعني احنا عندنا نسبة كبيرة ممكن نوصل لحوالي 10% على سهم اللوجين في حالة اختراق، في حالة الشراء من السعر الحالي ممكن يكون عندنا فرصة بحوالي 18 او 17.5% مثلا. ده سهم اللوجين. ننتقل لسهم فيبكو. سهم فيبكو برضو مازال اعلى منطقة الطلب بتاعتنا اللي ما بين ال 64 73 لل 63 18، السهم ممتاز جدا برضو، دي كانت منطقة عرض تحولت لمنطقة طلب، بيعمل لها اعادة اختبار مرة واثنين وثلاثة. شايف ان سهم فيبكو لسه ليه صعود ان شاء الله. برضو عندنا اهو احنا داخلين فيه من ال 65 30، عاكس علينا حوالي 20 هللة. فانا شايف ان اللوجين لسه قدامه للستة والـ 68 والـ 71 باذن الله، وقف الخسارة بتاعنا اغلاق يومي اسفل ال 63. ده بالنسبة لسهم فيبكو. ننتقل لسهم انابيب. سهم انابيب طلع معانا الاسبوع اللي فات، نبص على الاغلاق الاسبوعي، الاغلاق الاسبوعي كان كويس، وانا متوقع ان سهم انابيب لسه ليه صعود تاني، يعني هو لسه ليه صعود تاني طالما اعلى منطقة الطلب دي ما بين ال 21 12 لل 20 58. اختراق ال 21 92 هيدفعه للصعود لاعلى تاني ان شاء الله، ممكن يوصل معانا لهنا كده لل 22 86، وال 22 86 لو اخترقه ممكن نروح لل 24 90 باذن الله. ده سهم انابي. طيب نشوف ينساب. سهم ينساب قلت لحضراتكم ايه؟ قلت لحضراتكم ان هو هيخترق ال 71 30. بالفعل جه يوم السبت، يوم الاحد اخترقها، اخترق ال 71 30 وطلع لل 72 50. يوم الاثنين استكمل الصعود بتاعه لل 73 40. يوم الثلاث النهارده اغلق عند ال 72 50.
اتوقع ان هو لو نزل هيعمل اعادة اختبار لل 71 30، ومن ال 71 30 هنرجع نشوف ارتفاع مرة تانية لحد ال 74 80 وال 77 54. ان شاء الله مبروك لكل اللي استفاد من سهم ينساب، كانت فرصة كويسة جدا وفرصة ممتازة على سهم ينساب. ان شاء الله تستكمل الصعود عندنا ده لحد يعني دي قناة سعرية برضو اهو، ده الحد العلوي بتاعها، هو تقريبا بدأ يرتد من الحد العلوي، فانا شايف ان هو ان شاء الله هيعمل عدد اختبار لل 71 30 70 30 وبعدين يرجع يصعد تاني ان شاء الله ويخترق القناة دي. نكمل ونشوف باقي الاسهم اللي حضراتكم طلبتوها عندنا. عندنا سهم الكابلات، عندنا أسترا الصناعية الأول. أسترا الصناعية طبعا احنا كنا شاريينها وما زلنا مستمرين في الشراء، أسترا ممتازة جدا جدا وإيجابية جدا، الهبوط اللي حصل ده هبوط ضعيف، شايف ان احنا نرجع تاني للصعود على أسترا الصناعية عشان نوصل بإذن الله لل30 80، وباختراق ال 30 80 ممكن جدا نشوف ال 32 50، فاحنا متمسكين بالشراء في سهم أسترا الصناعية، متمسكين بالشراء فيها وشايف ان هي لسه ليها صعود ان شاء الله، فمحدش يقلق منها. لو هبطت مش هتهبط يعني اكتر من كده، هنا كده لل 28 80 وبعدين نشوف ارتفاع مرة تانية لحد ال 32 50 ان شاء الله، لان دي منطقة الطلب بتاعتنا اهي. فممكن بس انا متوقع ان هي ما تنزلش كل ده، يعني النزول مش هيبقى، ما فيش فوليوم اصلا فيه، يعني 2% حوالي 3.5% مش كتير، بس برضو احنا ما عندناش فوليوم في الهبوط، فعشان كده انا شايف ان احنا اقرب للصعود اكتر، وممكن ما يوصلش ليها ويستكمل الصعود على طول ان شاء الله. نشوف الخزف، سهم الخزف النهاردة اخترق مقاومة ممتازة، اخترق نقطة مقاومة كويسة جدا جدا. شايف ان الخزف بكرة ممكن يوصل ان شاء الله لل45، مستوى ال45 بالظبط. يبقى عندنا الخزف، اتوقع ان شاء الله ان هو بكرة يوصل لل45، يعني اتوقع يطلع مثلا حوالي 5.5% او يقترب على 6%. عندنا ال45 دي نقطة مقاومة قوية جدا، ممكن اول لما السهم يبتدي يوصل لها نعمل عملية جني ارباح. عندنا برضو النقطة التانية اللي هو لو نزل ممكن نشتري منها عند ال40 10 دي، يعني بس انا اتوقع ان هو ما ينزلش ال40 10 لان دي كانت منطقه تذبذب، كان ماشي اهو في نموذج مستطيل، مش ده نموذج مستطيل قدامنا اهو، بيطلع لل 42 ينزل ل 40 10 يطلع تاني ينزل، فدي منطقه او نموذج مستطيل تم الاختراق خلاص، نموذج المستطيل حاول مره يخترق وما قدرش، النهارده قدر يخترق واغلق كمان اعلى ده الالترا هاي فوليوم اهو، ده الترا هاي فوليوم شمعة امبارح، النهارده تقريبا اغلق عندها بالظبط، فانا شايف ان الخزف لسه ليه صعود قوي، لسه ليه صعود قوي ان شاء الله، هيوصل لل 45 باذن الله، وفي حاله طبعا اختراق مستوى ال 45 ممكن جدا نشوف عندنا هنا مستوى، عندنا مستوى ال 48 75، ده المستوى اللي بعد ال45 ممكن يوصل له سهم الخزف ان شاء الله 48 75. نشوف الكابلات، الكابلات اتكلمنا ان هو ماشي في نموذج وتد هابط، طلع يوم الحد والاثنين، النهارده وصل للحد العلوي للنموذج وبدأ ينزل اهو بالظبط، وصل للحد العلوي بالظبط وبدأ ينزل، فانا شايف ان الكابلات برضو الهبوط بتاعها ضعيف وهيتم اختراق النموذج ده قريب جدا، يعني النموذج ده هو الكابلات هتنزل 28 87 لو نزل تاني، وبعدين تعمل بوش اب جامد لفوق وتخترق النموذج ده ونصعد تاني لل 30 85 وال 32 73 ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم الكابلات. عندنا نعمل سيرش بقى على الأسهم اللي حضراتكم طلبتوها عشان ننجز على طول.
عندنا سهم ذيب، ادي سهم ذيب. السهم طلع مع بداية الافتتاح، لو حضراتكم تفتكروا الأسبوع الماضي أو في الفيديو الأسبوعي قلنا ممكن يطلع من هنا. نجيب الساعة أهو، قلنا إن هنا منطقة طلب ما بين الـ 52 80 للـ 53، وبالفعل السهم مع بداية الأسبوع وصل عندها أو كان هنا مع بداية الأسبوع أهو. فين بداية الأسبوع؟ بداية الأسبوع بتاعنا كانت هنا، هنا كده يعني قرب منها جدا، وبعدين بدأ يصعد. النهارده نزل ليها تاني وبدأ يصعد. فطالما السهم اعلى ال 53 لل 52 30، اعلى منطقة الطلب دي، ممكن نشوف ارتفاع تاني ان شاء الله. وكمان عندنا السهم ماشي في نموذج مثلث او في ترند هابط، باختراق الترند الهابط ده هنصعد ان شاء الله بقوة لل 55 80 مرة تانية، وباختراق ال 55 80 نروح لل 56 80 وال 57 كمان ان شاء الله. ده سهم زيب. نشوف العقارية، او نشوف الاول صناعات كهربية. ادي السهم صناعات كهربية. الصناعات وصلت يعني بدأت تطلع من بداية الأسبوع الماضي، وطلعت يوم الأحد والاثنين والثلاث. النهاردة بدأت تهبط شوية. عندنا مستوى مقاومة قوي عند 31 30، لازم عشان نستكمل الصعود على السهم صناعات كهربية أو صناعات كهربائية نخترق 31 10. لازم اختراق 31 10 عشان يستكمل الصعود. لو ما تمش اختراق 31 10 ممكن نهبط مرة تانية، ولو اختراقها ممكن نوصل لل 34 83 ان شاء الله. لكن باستقرار السعر اسفل 31 10 فممكن نرجع تاني للمنطقة اللي هو كونها لنا هنا، ادي ما بين الـ 29 عندنا للـ 29 65. تمام، دي المنطقة بتاعتنا 29 29 65 أو 29 60. ومن المنطقة دي ممكن نرجع نشتري مرة تانية في حالة إن هو بدأ يدينا برايس أكشن منه. فصناعات كهربائية كويسة جدا وفي اتجاه صاعد، ولكن منتظرين فقط اختراق 31 10 إن شاء الله. وكمان عندنا هنا ترند صاعد، ادي الترند الصاعد بتاعنا، شايفين السعر ارتكز عليه. يعني لو رسمنا كده قرب منه جدا للاسبوع الماضي وبعدين بدأ يرتفع. فالصناعات الكهربائية زي ما قلنا في ترند صاعد كويس واتجاه صاعد، ما دام ما غيرناش الاتجاه الصاعد ده اللي معاه السهم يتمسك بيه وما يفرطش فيه دلوقتي خالص. سهم صناعات كهربائية. نشوف تهامة، سهم تهامة للإعلان. ادي سهم تهامة للإعلان. سهم تهامة وصل دلوقتي لل 58 ونزل تاني أسفل المقاومة اللي عند 59 30. باستقرار السهم أسفل الـ 59 30 ده بيدفعه لاستمرار الهبوط مرة تاني لمستويات الـ 54، لمستويات الـ 54 ريال، للـ 51 20. منطقة الطلب دي أفضل منطقة ممكن نشتري منها في حالة وصول السهم ليها. لو وصل السهم للمنطقة اللي ما بين الـ 54 للـ 51 20 ممكن نرجع نشتري مرة تانية في سهم تهامة للإعلان. لكن دلوقتي مفيش شراء خالص، لأن السهم دلوقتي نازل وأغلق تحت مستويات كانت مستويات دعم بعد ما تم اختراقها، وأصبحت تاني مستويات مقاومة بعد ما تم كسرها. فممكن نشوف الـ 54 أو قبل الـ 54 كمان في نقطة دعم هنا عند الـ 55 10، ممكن يبتدي يرتد منها. يعني 55 10 لو كسرها يبقى هينزل الـ 54 والـ 51 20 ان شاء الله. ومن هنا نبتدي ننتظر البرايس اكشن بتاعنا اللي احنا بنعتمد عليه عشان نبتدي نشتري مرة تانية بإذن الله. نشوف العقارية،
ادي سهم العقارية، سهم العقارية برضو نفس الكلام مش قادر يخترق المقاومة اللي عند ال 18 88. لو قدر يخترق ال 18 88 ساعتها ممكن نشتري، لكن ما اخترقهاش ونزل تاني يبقى خلاص احنا كده لسه مستمرين في النطاق العرضي اللي هو ما بين ال 18 88 لل 18 ريال و 24 هللة. المنطقة دي منطقة تذبذب، شايفين متذبذب منها فيها من يوم 9/3 حتى الآن، تذبذب أكتر من شهر ونص. فأنا بالنسبة لي مش هشتري في العقارية غير باختراق ال 18 88، أو لو هو التاني لل 17 74 لل 17 20 وبدأ يدينا برايس أكشن من عندها، غير كده أنا مش هشتري سهم العقارية. طيب خلينا نشوف جزيرة تكافل. جزيرة تكافل، جزيرة تكافل كويس جدا، الإغلاق بتاعه ممتاز جدا يوم الاثنين ويوم الخميس اليوم الحد كان كويس، والاثنين والثلاث يعني الإغلاق بتاعه في التوتال كويس جدا. فاحنا عندنا هنا الاغلاقات ايجابية على جزيرة تكافل، وبتدعم بإذن الله معانا الصعود. عندنا هنا كمان الترا هاي فوليوم، الالترا هاي فوليوم ده هو السعر دلوقتي تقريبا واقف عنده، اهو واقف عنده بالظبط، اللو عند ال 25، اللو بتاعه عند ال 28 50، احنا عند ال 28 55، فدي علامة ايجابية برضو وبتدعم معانا الصعود. فان شاء الله انا متوقع ان جزيرة تكافل توصل بال 31 13 وباختراقها نوصل لل 33 70 ان شاء الله. نشوف الوطنية، الوطنية الوطنية دي هو كان هشوف لحظة واحدة بس أقول لكم الوطنية، عشان كان في حد سألني عليها وسألني على المستويات بتاعتها، فأنا بس عايز أتأكد الوطنية للتعليم ولا الوطنية التانية، فهقول لحضراتكم بالظبط دلوقتي. عندنا فين؟ خمسة وأربعين، لا يعني هي دي هي الوطنية للتعليم. أتوقع إن شاء الله إن الوطنية للتعليم هتوصل زي ما اتكلمنا قبل كده، كان في أستاذة سألتني عليها وسألتني بتقول لي مؤشرات يعني ما فيش مؤشرات لكسر مستويات ال45، يعني أنا مش شايف إن في مؤشرات أصلا لكسر ال46 كمان، يعني لسه ما كسرش ال46 وقبلها كمان ال47 44، يعني هو لو وصل للمنطقة دي هيرجع تاني للصعود على فكرة، مش هيوصل لل45. فاحنا عندنا دي منطقة طلب، اتكلمنا على السهم ده قبل كده، ودي منطقة طلب اهي، السهم بدأ يرتفع منها. اتوقع ان شاء الله ان احنا نوصل لل50 ريال و14 هللة، وبعد ال50 14 باختراقها والاغلاق عليها زي ما قلنا قبل كده نوصل لل 52، وبعد ال 52 نوصل لل 53 70، ثم ال 56 90 ان شاء الله. لكن لو بدأ بقى ينزل ونشوف علامات ضعف قوية، فخلاص اول لما يوصل لل 50 هنا حضرتك ممكن تبتدي تأمني الدخول بتاعك، تأمني او تجني جزء من الارباح بتاعك. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو شارية 5000 سهم مثلا، ممكن تبتدي تبيع 2500 سهم وتسيبي 2500، ده كمثال مثلا، يعني مش لان انا عارف ان الناس هتقولي 5000 سهم يا ريت ومش يا ريت والكلام ده، وفي ناس ما شاء الله بتشتري بالكميات دي، فانا بدي مثال بس مش اكتر، تمام؟ فتبتدي تبيع نص العقود بتاعتك من هنا وتشوف هيعمل ايه لو وصل هنا. لو وصل هنا وكسر ال 46 يبقى خلاص كده انت تبيع نص الكمية التاني بتاعك، يعني على كلام حضرتك انت شارية من تحت، فلو كسر ال 46 فخلاص بقى تطلعي من الشراء اللي من هنا وتبتدي تشوفي فين افضل منطقة شراء من تحت لو تم كسر ال 46، والاغلاق اسفلها طبعا، لازم الكسر والاغلاق اسفل ال 46، تمام؟ ده سهم الوطنية للتعليم. طيب نشوف دار الأركان،
دار الأركان مازال في اتجاه صاعد وفي ترند صاعد ومفيش أي جديد عليه. احنا معاه مع السهم من 9.25 ريال ومستمرين معاه لحد فوق، هيوصل ل 9.96 تاني، وإن شاء الله هيخترق 9.96، وبعد اختراق 9.96 هيستكمل الصعود معانا. احنا اتكلمنا وقلنا عندنا أهداف لحد ال15 ريال على دار الأركان. احنا الأسبوع اللي فات طبعا قلنا إن هو نزل عمل إعادة اختبار اهو يوم الثلاث، تمام، يوم الثلاث قلنا ان هو عمل اعادة اختبار لمستوى الخمسة 57، فالسهم يعني مش قلقان منه خالص ان شاء الله، السهم كويس. واحنا قلنا ان هو يوم في الاسبوع اللي فات عمل اعادة اختبار ل 9.57، وبعد ما عمل اعادة اختبار يوم الاربع يوم الخميس نزل عمل نزول ضعيف جدا وملوش اي لازمة. يوم الحد بدأ يرتفع معانا بشكل ممتاز، الاثنين والثلاث النهاردة هبطوا بس هبوط ضعيف، فانا شايف ان هنرجع تاني للصعود ان شاء الله، لان هو هنا برضو كون لي منطقة طلب اهو، كون لي منطقة طلب هنا ما بين 9.57 ل 9.71، النهارده حاول يكسرها ما قدرش وطلع تاني بقوة. فعشان كده انا بالنسبة لي دار الاركان سهم كويس جدا وممتاز جدا، وزي ما قلنا احنا مستمرين معاه لحد لما يكسر الترند الصاعد. لو كسر الترند الصاعد ده يبقى خلاص احنا كده الاتجاه بتاعنا تحول لاتجاه هابط. فسهم دار الاركان مفيش فيه اي مشكلة خالص. طيب نشوف السهم اللي بعد كده، عندنا سهم بين داود، سهم بين داود، ادي سهم بن داود. سهم بن داود بدأ يرتفع معانا من نفس المنطقة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، وقلنا ان سهم بن داود ما بين 106 ل 107 ده منطقة شراء كويسة جدا. النهاردة بدأ يرتفع ارتفاعات ممتازة جدا، اتوقع بكرة يوصل ل 109، وباختراق ال 109 ان شاء الله نوصل لل 110.60، وبعد ال 110.60 نوصل لل 113 ثم ال 115. فاللي شاري في السهم كان حد برضو عمل كومنت على فيديو يوم السبت وقال ان هو شاري تقريبا من 107، فما تقلقش النهارده الاغلاق حتى لو جبنا شكل الشموع الاغلاق جميل جدا وممتاز جدا وبيدعم استمرار الصعود ان شاء الله على السهم دار على سهم بن داود، فما تقلقش منه وكمل معاه ان شاء الله لل 109، وبعد ال 109 لو اخترقها واغلق عليها 110.60، وباختراق ال 110.60 نوصل لل 113 ثم ال 115. ده سهم بين داود. نشوف المواساة. المواساة بدأ طبعا وصل للهدف الأخير عند ال 189.63 أو قبلها بشوية، وصل عند ال 189.20 وبدأ يرتد. احنا اتكلمنا قلنا إن دي منطقة عرض ما بين ال 182 لل 189، منطقة عرض قوية السهم ممكن يوصل لها، وبالفعل وصل لها مع بداية تداولات الأسبوع ده، ولكن بدأ يهبط منها من يوم الاثنين والثلاث النهارده. فأنا شايف السهم ممكن لسه ينزل يصحح شوية، التصحيح ممكن يمتد معانا ل 175.40، يعني لو نزلنا على فريم الساعة نلاقي إن 175.40 دي كانت نقطة كويسة للسهم اهو، كانت نقطة كويسة من ال 175.40، يعني هو هنا طلع نزل عمل إعادة اختبار وبعدين استكمل الصعود بقوة لل 172.12. المنطقة دي منطقة ممتازة جدا جدا، لو السهم وصل ليها تاني وبدأ يدي برايس اكشن منها هتكون فرصة ان احنا ندخل نشتري سهم المواساة مرة تانية ان شاء الله، عشان نستهدف ال 182 تاني وبعدين ال 189 63. ده سهم المواساة. طيب نشوف الجزيرة ريت. الجزيرة ريت، الجزيرة ريت نشوف فين المقاومات بتاعتنا. عندنا مقاومة هنا، ادي مقاومة تمام عند ال 24.32، وادي دعم، وادي دعم تاني، دي كده على بعضها كلها منطقة طلب ما بين ال 22.90 لل 24.32. انا شايف ان استقرار السعر اعلى ال 22 ال 24.32 ل 22.90
ممكن يصعد معانا السهم تاني، خاصة ان اغلاق النهاردة ايجابي الى حد ما ومش وحش، يعني اغلاق النهاردة مش وحش. فانا شايف باذن الله ان ممكن، يعني عندنا هنا عشان في الترا هاي فوليوم اهو، الترا هاي فوليوم هنا، نشوف الالترا هاي فوليوم ده اللو بتاعه عند كام، اللو بتاعه هنا اهو بالظبط. ممكن باختراق ال 24.76، 24.76 لو اغلق اعلاها ممكن يدفعنا للصعود بقوة كبيرة لحد هنا، لان ده كان اللو بتاع الالترا هاي فوليوم ويمثل بالنسبة لي دلوقتي مقاومة، لان السعر قفل تحته بعد ما كان دعم. فاختراق ال 24.76 ده بيدفع السعر عشان نوصل لل 30.25، يعني لو اغلق عليها وصعد هيبقى يكون مثلا بنتكلم في صعود 22%. فالسهم كويس جدا وانا شايف ان هو لسه ليه صعود، فنتمسك بيه وان شاء الله. يعني انا شايف ان هو هيصعد طبعا، وقف الخسارة بتاعنا لو نزل ضرب القاع الاخير ده اللي هو عند ال 22.90. لو 22.90 دي قفل اسفلها يبقى خلاص كده، لان ده القاع اللي عمله وبدأ يطلع منه القوة، ده القاع اللي عمل منه الحركة الجامدة دي، طلع منه اكتر من 35% او 31.5% بالظبط. فلما قاع يطلع منه السهم 31.5% فده يعتبر قاع قوي، تمام. فلو السهم كسر ال 22.90 ممكن خلاص كده يبقى نفعل وقف الخسارة على السهم ونطلع منه. ده بالنسبة لسهم جزيرة ريت. نشوف مدينة المعرفة. مدينة المعرفة طبعا النهاردة صعدت صعود قوي جدا، مع الافتتاح صعدت حوالي 3% أو 4%، صعدت 7% كمان، 7.25%، وبعدين أغلقت على هبوط. ولكن الإغلاق بتاعها النهاردة إغلاق إيجابي برضو، يعني ده من الشموع الإيجابية. أغلاق التاني كمان أعلى مستوى 16.90، لما كسرت هنا قلنا ده كسر، يعتبر كسر كاذب وهنطلع تاني، وبالفعل طلع تاني النهاردة. شفنا صعود قوي، كان في خبر بس أنا مش متذكر الخبر، الشركة اشترت حصة، مش فاكر كان سهم ايه بالظبط، في او شركة تانية، شركة مدينة المعرفة اشترت حصة شركة تانية او حاجة زي كده، ده الخبر بس انا مش متذكر بالظبط الخبر كان ايه، فاعذروني لان انا في دماغي كذا حاجة فمش حافظ بالظبط الخبر كان ايه. بس عموما هو ده الخبر يعني اللي كان ادى لارتفاع السهم النهارده، الارتفاع القوي ده. وانا متوقع ان مدينه المعرفه هتصعد تاني ان شاء الله، وزي ما قلنا قبل كده انا متمسك بيها، هتصعد تاني لل 1954، وفي حاله اختراق 1954 هيكون عندنا اهداف ابعد لمدينه المعرفه. بالنسبه لفيبكو احنا اتكلمنا عليها، اعتقد نشوف بحر العرب اخر حاجه. بحر العرب ده اخر سهم معانا. بحر العرب هنا كسر منطقة الطلب بتاعتي اللي كانت هنا وتحولت لمنطقة عرض، خلاص بالنسبة لي كده اصبحت المنطقة ملهاش لازمة. عندنا هنا الترند الاساسي بتاعنا اهو، الترند الصاعد ده، تمام اهو، ده الترند الصاعد بتاعنا. ممكن ينزل يعمل له تيست، ممكن ينزل يعمل له تيست وارتكاز عليه ونبتدي نشوف صعود تاني لسهم بحر العرب، يعني ممكن يوصل لل 95 او 96 في الرينج ده. عموما لو السهم نزل عند الترند ده وبدأ يرتكز عليه وبدأ يدي برايس اكشن، هتكون فرصة ان احنا نشتري السهم مرة تانية ان شاء الله. وبكده اكون انتهيت من تحديث الفيديو الاسبوعي، اتمنى اكون افدتكم واتمنى اكون رديت على كل استفساراتكم. ولو عندكم اي استفسار تقدروا تسيبوا كومنت اسفل الفيديو وهجاوب عليه ان شاء الله في الفيديو القادم. وشكرا لكم والسلام عليكم.